الاهل سجن ودوه يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 بالاهل سجن ودوه يلا بسرعة بسرعة يلا ما شاء الله ما شاء الله ودي بيه قدام قدام السيد يلا 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 مين باقي بالسيد يلا انت باللود اللود يسحبك كيف بالله ها ها لا تسكرها ايوه سكرها يا لا 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 يا لا 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 بالله للسجن ودوهم يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 بالله للسجن ودوهم يا لا 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 الله يبقيك هلا باللي بتجيب الخير والبطر هلا والله يا هلا يا هلا خلينا نشوف التقييم منو المساجين والله قول وش جابك سلم عليك تذبني يا مرحبا تذبني يا هلا يا هلا وغلا والله خلك برا انت المظل حقك يا والله اعطيك المظل حقي لا لا احسنت معليش والله ما اقدر تعال 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 سكر الباب سكر الباب ابشر حكم اني انا طويل ما ابشر 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 السلام عليكم رجال الله عليكم السلام انا اول مره اطلبك ابي المخده ذيك اللي على السرير ليش تبيها ابيها بس روح خذها اول مره اطلبك انا روح طيب خذها طيب جيبها انت حياكم والله خل نجيبها انا وياك والله ها جيبها لي يلا بش والله انك كفو يلا انا اسمع الصوت يلا عزبنا عزبنا مشينا شكرا شكرا خذ المسدس طيب بيجي مرجان انا عندي اعتراض عندك ايش؟ اعتراف ما تهججكم يقول عنده اعتراف وش اعتراف صدق انه حاطن على ايش اسمه النظافه اكس اقسم بالله ما في شيء والله واضح انك نظيف انا غرقت عيال بروح انا اتحدى يجيب لي اي شيء على المطبخ هناك نظفنا المطبخ يا اخي كذا يقول يقولون مظلومين 6 7 هي ثنتين عرفت النظافه طيب درجتين يعني المفروض ناخذ 6 حلو يعني مو فرق عليها بدرجه شوف يا الغالي شوف يا الغالي انت الحين في السجن خلها ترفض هذه اي انا بقفلها واعطيك ايوه انت الحين في السجن حركات تعزز ابو علي تاخذ تشق ترى عزز لمين نظام نظام يا نظام ورقه تاخذ مرجان مظلومين ترى احنا مظلومين مظلومين حتى انا مظلوم حل لنا كم مره جيتك السجن ها خامسة على الصوره انا اول يوم اول يوم فزت فيه اخذت 200 مبسوط كان استاذ والله جنى بيجي هنا يا هب على احد ايوه حبيت السجن بعد ذاك اليوم مره سوبر هاتريك احتمال اليوم تنامون ها تنامون في نوم والله اي والله لا ما في نوم اجواء حلوه اجواء حلوه اذا نوم عندك تخيل الجو حلو ما في شيء اني داخل القريه هنا محجوب يكفي اني امس غايب يا اخي منو فقد الوجيه الحلوه هذه امس هو زهر عشان انك غايب ليه ما غبت اليوم عاد نصيبهم امس كان تعرف ال اعطاهم كل واحد 200 حرص الاداره على صحتي احنا في حاجه للدراهم الطرق اللي امام السجن كلها مويه وحفريات فحرصهم علي اللي اغرق سيارتك قالوا لي روح الحمد لله لا اغرق المطبخ اللي غرق المطبخ اللي غرق المهم انا كثر خذيت وقتي معكم كثير ايوه ترى احنا مظلومين يا مرجان مظلومين كيف نحل صورة مظلومين كريم قالوا لي مشاهد معك من ذاك اليوم ترى مجهز عفشي للسجن جاهز على طول بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله على الأجواء الحلوة هذه انا ودي اني اطلعكم بس حلوا لي الصورة هذه اللي مطلعة الحين يا كنترول ساعدنا طيب ها ساعدنا والله انا ودي اساعدك منة الله ولا منة خلقه لا انا اقول لك كيف ساعدنا بسكوتك بس ابشر ابشر هذه ما طلبت شيء ما طلبت رجال اقسم بالله تتكلم ان نركب بالبطانيه اذا لحقت فيها
اكتب اقول احترم نفسك والله. لا لا احترم نفسك ولد. ايش ما عليك خلاص يا ابي ربع مره تسجل ما عاد عليك معك السجان مرجان 40 سنه سجان معلوم انت رديت العين زياده ما بعد جيت سنه مرجان لا لا ترى هو كذا عز ربك ما يعطيك خير انت منديل يغطيك من ورا لا سمحت بغطيك من منديل لا سمحت عصبي ترى والله بي ها نبدا نبدا اللي معه ها نبدا يلا نقول بسم الله بسم الله كنترول يا صديقي صديق يقولون مشاري طقم بطانيات انت لا تركز معي ها ركز معي منديل راح خذ من النابض منديل الصوره صورة يا كنترول خلونا نفتك من وجهي هذه او تنام هنا فانا ودي انها تنام هنا شوف يعني على الاجواء هذه جايبين لكم صورة شبه الاجواء هذه انت ركز تحت انا بركز ركز ايه ركز بالخط اللي تحت انت والله انت اللي ركز تحت انا ركز فوق قول له معلومة انت ركز خلاص يلا سعد قول له معلومة انت ركز تحت ترى هذه ما يفهمها اوكي قول بسم الله يلا يلا جل شان اللي ملكوته على عريشه المكارم ما تعادل مكرمتها العبده يا اخي الشاعر ترى ما فوق راسك ريشه ما تحت كلها ظلال اكثر ما حوت هبده هذا الكلام شوف ها شوف الناس اللي ما تقوم على طول يقول وجهك وجهك يذكرني بنكبات الايام خلينا نكملها وجهك يذكرني بنكبات الايام ادخل على الله لا تشوفك عيوني لان انت وجهك نكبه يا مرجان والله اذا انا وجهي نكبه وجهك وش انت؟ سؤال يعني سؤال يا اخي ليش ما يجيبون عندك ايباد زي خالد حامد؟ خلينا نسولف مع الجمهور انا جمهور سولف انت جمهور امر سولف انت امر بس لا. اسال ولا انا قايل لك انا قلت لك ركز تحت اللي تحت انا ركز فوق قايل لك تاخذ اللي تحت تحطها فوق كيف قايل لك لا دقيقه اصبر شوي شوي هذا تحت هذا سور 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 في السماء سور في السماء ما في سور في السماء انت ما فهمت الخطه ها قايل لك انا قايل لك هذه خلاص يكملها يعني ركبت هذه عشان نركبها بعدين شيك. يعني انت قاعد تفكر الحين اي قاعد نفكر نبدا من فوق نبدا من فوق الله يسلمك اي كويس 100 ريال 100 ريال تدري هذه يمكن تجينا من ابراهيم ان شاء الله بعد بفضل الله ابراهيم انا اول مره اشوف اشوف شاعر ابراهيم انا ما ادري شاعر شوف 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 الغش شوف الغش شفت كيف؟ وش الغش؟ وش الغش؟ جديد جديد يا ابوي احنا ما نجيب الا شيء جديد لا لا جديد جديد اهم شيء لا تغرب تغرب تتحملها شاف يغشون معنا يغشون معنا جايبينها كامله جاهزه جاهزه مساقين والله 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 بادرت عنها صلح صلح لا 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 انتبه ترى لا تخدعك البطلاص مرجان ها انتبه لا تخدعك مرجان يعني غبي انا اشوف لا تخدعك انتبه ها انتبه انت اللي تخدعني طيب ايوه يا سعد مساعد مو سعد سعد امر ولا مره جاء سجين وضربك ايش ولا مره جاء سجين وضربك دقيقه هو يقدر ليش سؤال هو يقدر يمكن يقدر ها يمكن ما يقدر يا حبيبي يمكن يكون واحد يا حبيبي ما يقدر يمكن يكون قوي زي ما لبست البدله ذي عبث يا ابوي والله انت مجنون انت عطني شرابك تلحف فيه بس ابشر ايش رايك حلو ولا لا 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 مساعد لا برا يعني يكفي اننا داخلين في قضيه طبخ تبي ندخل في قضيه اي والله بعدين يقول شو اسمه تعنيف الاطفال عرفت تعنيف لا بالله يهفه باللي معك خله يركب والله ودي اهفه بالعصايه بس الحين هذه دقيقه ليش؟ هذه عشان في هنا في اماكن من البيضاء ايوه عاد انت ابوها سمى يلا حنا لها حنا لها حنا لها حنا لها حنا لها نرجع لها ايوه حنا لها حنا لها يلا اتحداكم تخلصون قبل الوقت خلصنا قبل الوقت عشان تبي تمشي تروح تستانس لا احنا مطول لا ما مخلصين ها اتحداكم اتحداك انت مساعد والله صعبه صراحه قلت اتحداكم تركبونها اول شيء اتحداكم تركبونها يلا ها لازم نبدا من تحت وفوق ما نبدا فوق ساعد وجهك يذكرني بنكبات الايام ادخل على والله لا تشوف عيوني يا حبيبي والله ريحتكم برايم خلصونا يلا دخلت برايم
اي والله دخل ابراهيم. انا تعال هو اتكلم. اي دخل ابراهيم والله. اي والله. والله مفاجات. تدري كيف دخل ابراهيم؟ كيف؟ نقل السرير حقه في الغرفه جاب سرير. ضغط المعيد. تدري ايش يقول؟ قاعد يسالني عن مشاريع بعد البرنامج. قلت والله بسوي كذا وانا عندي مدرسه شو اسمه تعلم الخيل. عندي مشروع يدعم المواهب وماسك البلاد وعندي منتج عندي منتج بطلع اسوق له منتج شاهي وبيعه في شركه راعيه له ما ادري ايش. قال والله ما شاء الله منتج شاهي مشروع يدعم المواهب خيول شعر ما شاء الله ايش رايك تاخذ معه نمني. طلعت معي عصا والله بغيت افه. نعم تشوف الجو يا مراش يا اخي يا زين المطر تخيل اننا مسجونين بالمطر يا لحياني يا زين الجو. رجعت لحالك. هلا والله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا قلبي. شو اخبارك؟ والله بغيت اذب عليك بس استحيت. سستر نعم هو يذب. رجال اوريك يا حبة البركة اوريك نيرس. يلا نيرس نيرس معناتها ممرضة او ممرضة. طيب وين ممرضة؟ اي ممرضة. رجال 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 دامك ذبيت على خويي بقول لك شيء. انتبه تطلع ترى بتغرق. اي مرجان ما شفت تعال شوف تعال شوف المظلة حقي تعال شوف. هلا والله الله زين حظي. شوف شوف كفك يا زيد كفك شوف المظلة شوف امديك ما اسمع بروح اجيب بالونات عشان لا تغرق. يلا روح روح يلا طيب هذه اللي حاطينها في اليد كذا سستر ها بجيب لك دونات عشان تخرب. لا 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 بجيب لك دونات عشان تصير لصتك لك فزعه. حلو بي حلو بي حلو الحلو والله دور غير دور غير خايف خايف والله ليه دونات والله خايف والله سستر احلى سستر كيفك خالد. هلا ايش رايك فيني؟ رايك فيني؟ صرت فوز يا حبيبي. طباخ يا حبيبي طباخ طباخ هذا عشان اغطي وجهي وتهيبه على راسي. خلاص اسفين يا جماعه تبون نجيب لكم شيء تشربونه؟ ابشر تراني طالبك ساعه تطلع ترى الجو لا يفوت. ايش؟ انت في قلبي تبغى شاي؟ يا اخي ساعه شاي وش غيره؟ شاي بس ابشر الله يعطيك العافيه. كيف ظروفك الحين؟ لا اسحب لين ذهب يلم بس اني خلاص اليوم بطلع. يا اخي اهل الاخ لا يريع نفسك. امي الحمد لله لك. والله اجيب لك شيء شاي. ابشر هنا نجيب شيء حبيبي والله. يلا انا اذكرك. يلا يعطيك العافيه. لا تجيبوا لنا شيء. لا عشان لا يجون كثير تقول توصي يوم بيجون. ها؟ ها؟ ايش فيك؟ ما سمعت ايش قلت؟ هذا شكلك بينام بالسيف. ليه المساء عقاشا يا طبا وليه الهبوب تصاح القلب لازايت. سجنوا ابراهيم. ايه وش رايك تكملها بعد تنام اول واحد ينام 24 ساعة والله تنام. طيب الجمهور طلعني. الجمهور طلعك؟ بألغي هذه الفخرة. لا ما تبغي ما تقدر عشانك اصلا جمهوري. اذا لغيتها جمهوري تقع عند الباب. يا سلام نطلعك يقول لك واصل مشاهدات مليون ما شاء الله. انت داخل محل العاب انت داخل سجن صح ولا لا؟ تحدى. واضح انت داخل محل العاب انت داخل سجن. تحدى. ايه تحدى والله. شوف لا انتوا فنانتك ذي كتاب انجليزي يا بقول لك شيء انا ما اقدر ارد عليك. والله جو حلو ترى انا رايق واني مشتاق لكم والله. جو جو ان كان جو ان كان هو يلا عشان ما نبغاك تنسجن انا بعدين يا اخي نفقدك برا يا استاذ مساعد. والله تفقدني برا اجيك. نفقدك برا مساعد انا الوحيد افقدك. لا 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 نجرب نجرب. انت الصورة على كيفك انت؟ على كيفك انت؟ هلا هلا مرحبا. هلا والله يا مرحبا يا مرجان كيف حالك؟ تمام. عسى ان شاء الله ما حد يا مرجان. سب حد ينسجن بها الامطار. شوف وجهك كثير والله عزتي لابو غنى والله هو راعي الامطار والجو لكن مساعد يستاهل السجن. طيب طيب ليش بس سيستر ما يحبني حد قال لي يلا تعال 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 هو اللي مشتاق لك. شوف شوف يلا من خير مرجان مرجان ما يحبني ويعزز لابو غنى وابو غنى ما يديني قضيه البني ادم حتى بالنسبه شوف لازم يشارك كل شيء. لازم يشارك كل شيء حتى لو يقولون اسم منتج يصير عادي طاوله اهم شيء يشارك.
كيف حالك؟ والله عاش مسافر مبارك سكت طيب ايش في عندك قصه؟ اشتكي لك الامس يقول امي جيت والله امس تعرف يعني تعرف الاجواء كانت يعني مره ومن حرص الاداره علي بس هذا تعرف الطريق الى السجن مره حفريات فخايفين اني اغرق واغرق واموت ما عاد في سجان ثاني اوه مرجان انت مرجان انت تاخذها عز سنة عشاني هذا صح ولا لا؟ وقالوا الجميع يفوز الصرخه هذه وين؟ وجهك حتى بالمطر سبحان الله لك وجهك اللهم لك الحمد اللهم لك عطني قصه لا والله قصه ما قصة طويله يا اخي ما وقت قصه أه؟ وقت مطر وقت فرق عطني من الكيس مو من القصه من الكيس يعني اللي موجود ايه ابو سعد خليني ارتاح انا بطل امسك امسك هذا تعالي مرجع امسك جيب جيب لي حق اطفال يا اخوي مساعد يا كبير يا رب قلبك يا امانه زعلت مني لا والله انا اسف والله قلت تمزح معك انا حبيبي حبيبي فارس انا احبك يا قلبي تكفى ولا اشوف انا انسان انا لو ازعل انت كلك مشاكل والله, والله ما اجي هنا توصل انا ما احب ازعل احد والله ما احب ازعل احد لا في يقول لك في خطوط حمراء اهم شيء انا ما احب ازعل ساعد قلبي لبيه في شيء ثاني نكت عليه جد والله ساعد بس في اشياء حمراء ما عاد يرضى عليها صح اقول لك اي تكفى تكفى بس تكفى يا فارس ما ازعل احد انا العيله مون عليهم مش لا لا مون مون معاك يا ابي منك شيء تاخذ هذا توديه سم امشي حبيبي حبيبي تعال 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 سعد والله العظيم انسان في قلبك شيء لا لا تحف تعال لا لا فارس فارس رجع رجع في قلبك شيء باقي ما يعرفني انا قلب والله قلب ام مين في البني ادم هذا من هو عبد الرحمن على انه ما في كاميرات حبيبي والله بغيت الله صلاك يا ابو غنى صلاح يعني عنده قصص يا اخي كلها كذب من راسه من الكيس ابو ملذي شوف 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 والله قصص ما شاء الله عليه ما من ايام فرصتك والله العظيم قصص ما شاء الله عليه ما عنده ما تخلص هذه حافظ ما شاء الله عليه اي وحافظ اه اي صح 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 بس هنا في في ما عليك ما عليك ما عليك خلينا نكمل الحين لا والله ما عليك في ودت مو بصح صح؟ هلا صح لا صح بس عشان الفراغات هذه يا رب شوف هذا كيف متقدم هذه خطا اصلا هذه وهذه لا لا صح صح يا حبيبي شوف شوف كيف شوف كيف هذا علم ساعد امس ما اشتقت لي والله شوف انا ما كنت موجود امس نايم ايه بس والله مطر امس تكفى خذني معك بس دق فيني فرة ورجعني وين؟ في الشارع اطلق باب القيو ورجعك انت مسوي هيبه بالسجن تطلع مالك هيبه ليه؟ الاداره ما يخلونك تطلع تطلع معي اتحداك افرض هيبتك على الاداره تطلعني معك والله؟ والله والله إذا صرت أبو كاتب فطلعتك معي والله أبو كاتب ما يدري نظام نظام يا أبو سعد اي والله سابقة صادق والله يا أخي إيه كلنا شهرين وبتلاحق على الجو ولاحق على الفلة ولاحق على كل شيء على أساس الجو ينتظرني ها؟ لا السنة الجاية يعني عاد يا هذا ترى هذه فوق يعني لازم ننزلها شوي لا لا ما علمك وين فيه سعد السنة الجاية نجد سعد ما يشوف احد شيء بيهم مشهور اشغال اشغال مشهور اشغال وحركات تجي تدق عليه بساعد مين انت يا ابوي صح كذا شوف يا حبيبي احنا من تراب نرجع للتراب اللي تكبر وما برجع هذا الكلام هذا الكلام اسمع اسمع والله نفس شعر انا اخوك قول يا بني ادم على وش الكبر والله وانت من ادم وادم من تراب والله نفس شعره ليه؟ طب اتكلم انا اتكلم انا اتكلم ايوه اتكلم والله معليش حسبت خلصت يا بني ادم على وجه الكبر ترى اتكلم تعصبت لا وانت من ادم وادم من تراب صدقت تحط في بالك ترى الدنيا عبر وكلها بتروح في عينك سراب صح بكره رمزت في قبرك ذراع في ذراع ما عاد في لا قصور ولا بيوت تعرف تحس بذنوبك صح لسانك صح بدن بس يا ريت ان في ناس تفهم كلامك هذا لا يفهم اللي ما يفهم كفو والله شفت لا انا اتكلم عن النفس شيء غلط يا سعد غلط الواحد يتغير بعدين زي مساعد ترى يتغير بسرعه مساعد عيب عليك يتغير الافضل كفو في واحده مفقوده هنا وين مفقوده؟ لا مو مفقوده بس يلا طلعها طلعها يلا طلع ترى غلط انت اللي ركبته كله غلط ها؟ والله طيب الحين هذا شو اسمه كبري صغير صح؟ بعلمك عشان تدري انها صح شوف هذا ما عليك من الفراغات اللي هنا فراغات هذه من نفس المربعات دي خربانه شوف يلا كم صحيحه كلها صح كلها صح كلها صح اي صح يلا انا يا اخي والله شوف في يا لا هليلي يلا
ساعات بتطلع لو يا اخي عندك الاجواء حلوه هنا. طيب ادري والجبال وراك. امس طلعنا ابو يارا ودانا رحله. وين ودك؟ هنا عند ركن القصيم. لا ودانا عند شاورما الجديده. عند ركن القصيم جالس تتمشى في سطح ما ادري عنه. والله ابو قصر ابو يارا ما قصر، طلبت قارب وجاب لي على طول. يقول ابو قصر ما يارا. ها ابو قصر ما يارا. ابو يارا قام يقلب الكلام. ابو يارا ما قصر والله. انا عاد تحداني جبتها. ها والله انك كفو غصب عنك بعد. اوكي هو ما صلح شيء. اوكي 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 ما صلح أوكي. اوكي 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 غصب عني. انا مسوي هذا يمون عليه خوي مسوي هذا مسوي هذا. اوكي اقولك شيء بالله ما اشتقت الغناء. شوف كيف الوصف. ليش تقول غصب عني تحمل المشاعر؟ غصب عني عاد غنى اعطاني ربي غنى لو كنت ماني غني. النفس تغنى عن الدنيا ولذاتها. لا ابو الدنيا لا ابو. والله لو عندنا هنا وغنى هنا صار سعري. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا اخي. انا لو مني منك اسحب 500 ريال واطلع اشوف غنى. لا انا طالع برايم بلاي اروح اسحب 500 بعد. تدري مني لو عندي رصيده بطلع. وائل وائل عنده 10,000 بطلع اسبوع. لا الاسبوع ترى شوف ينفعك الاسبوع هذا عشان تكمل الاخر. لا لو ما هي رصيد وائل والله اطلع. انا لو عندي 10,000 خلصتها باسبوع. ها وائل ما في امل يطلع. ما يطلع برا وائل ما يطلع. وائل جاء قصي ولا طلع؟ لا قصي يوم جاء قصي كان في يوم جد فرصتك. والله جاء قصي ما طلع بجد. هذا حرص على الجمهور. صادق صادق ادري ادري ادري. قالها وائل قال حرص على الجمهور. والله يعني والله قد يوم ساعة نتكلم جد في ناس والله وراكم قاعد تتعب. دي والله بزران احنا من اليوم قاعد نمزح ترى قاعد نتكلم جد بس نضحك بوجهك. لا انت ما اخذها كل الشغله طيب. نجاملك احنا نجام. انا اللي قاعد اجاملكم. يقول جامل لانكم انتم في مكاني لازم اجاملكم. يقول يا حبيبي جامل تعيش جامل تعيش. ايش؟ جامل تعيش احنا قاعد نجاملكم اليوم اصلا. ايش كثير تشوف ونطقطق عليك اصلا نقدر نحلها بسرعه بس يلا يلا وريني. ها ورا ابو غنى. يلا ورا يا ابو غنى. الوقت بدا يخلص انت باقي ما خلصت. وين الوقت؟ جزء من هناك. دقيقه دقيقه هذه في النص واضحة ترى. لا والله جد يا مساعد. في ناس وراكم تتعب. اي والله صادق والله. احنا مقدرين تعبهم مقدرين كل شيء. قال لك لو معي 500 طلعت. 500 خلها هنا الفعبه هنا. شوف تدري ولا خلني ساكت. خليك ساكت. لا لا اصبر اصبر شو فيك انت متحمس. الدنيا حلوه وتزين بالاجواء الحلوه هاي. حبيبي من قالك ان هذه هنا؟ من قال؟ انا اقول. دقيقة. غلط. غلط يا ناس. نبي زي هذه اشب هنا كمل. الله يسعدك يا حبيبي. يسعدك انت. ما هذيك ترك ملقوف انت. ليه؟ ما اكلمك. حمد. هو قاعد تكلم اداره. غلط يا ناس صحاني وانا نايم. سعد والله احس ان ترى الوقت قاعد يمشي وانت ما خلص. خله يمشي. ايش قاعد تسوون يا؟ تبغى تنامون هنا؟ انا مرجان مرجان هذه اول مره اجيك هنا انا صح؟ ايه اول مره الحمد لله. شو رايك في الصين؟ اول مره اشوفه. حلو؟ ها؟ شو رايك في فكره الصوره حلوه؟ الصوره حلوه. تدري اعلمك ايش فائده الصوره تركيب الصوره؟ يعني زي عقلك الحين مقفل. يوم تيجي تركب الصوره انا اتكلم تقوم من النوم مثلا. شوف على بالي تقول ايه تيجي تركب الصوره العقل يشتغل. كثر سواليفك. والله احب اسولف يعني. لي 4 ايام ما سولفت. انا يعني انتم طفشانين بالسواليف 16 ساعه عادي. اربع ايام ما سولفت يا سعد. 4 ايام انا كل شيء اسولف. بريق الشاي اجي اخليه يطبخ واجي اسولف معه. انا ما جيت سولفت لي 4 ايام ما خليت احد ما سولفت معه. مرجان ايوه مرجان بالله سولف بالله انت تحب انا ليش ما عندي احساس؟ سالتك انا ما قلت لك ما عندك احساس. ها؟ ها؟ سالتك احبك انت. انا احب اكيد. احبك انت انا. والله احرجتني يا اخي. انت من ما يحبك يا مرجان؟ احس اني بديت اطول. سبحان الله خدودك خدودك يا مرجان صارت حمراء. والله بديت اطول شوي احس اني بديت اطول. ما شاء الله. والله احرجتني يا بديت تطول مشارك. ليش شنو راسي؟ ترى هذه فوق السطح غصب فوق. الله يحبك بعد. اصبر اصبر بننزل الصور تحت ونضبط.
اجل اعطاك معيد في وسط الجبهه. اي والله متحمس الرجال ما شاء الله. عندي شيء والله ما يلام المعيدي والله. اخذ برنامج عشان تجيب شاي. الشغل ما هو بعيد هاني ازرع شاي بغنى بالراس. ما نبقى لك مشاعر. انت قاعد تريش مني قاعد ترفع بهل الصوره. قاعد لا انا قاعد اركز. قاعد ترفع ترى قاعد يرفع. شوف التركيز علي والحل عليه. هذه صوره الاخوي عزز اخوي. بكره اليوم في كلام اليوم ظلموني المطبخ وظلموني السجن صح؟ الله يستدعيك فيكم الشر. وريك. اللهم لك الحمد انا دائما مسالم. لا لا مسالم ما حطك سجان. كل شوي صارت لك باثنين هنا. لا احد يشتكي مني ولا يشتكي لاحد. والله الصورة صعبة يا اخي. ها؟ عجز مخي ركب. لا تيأس يا اخي. ان الله معنا. لا تيأس. صعبة يا مساعد. اي أيوة والله. لانها جديدة اول مرة تمر علي. وين حقة البرتقال ذيك؟ ليش؟ برتقالة مرتي على كل يوم بتجيب لكم نفس الصورة. اي يا اخوي. لا لا تعال يا اخوي طالع من براين جيبوا لي خلنا ناخذ 100 ونفلح. ماك داعي يا ابو. عوضها من مساكين صح؟ اي والله عوضها بالمطبخ كلنا مساكين يا اخي كلها جدران دي. اي من وين طلعت هذه؟ شو اسوي طيب؟ جايبين بنا اجلس ابنيكم انا شو اسوي طيب؟ كم باقي كم صدق؟ انت والله الوقت كم باقي الوقت؟ شوف انا قال لي مساعد قم ركز ركز يا حبيبي والله شوف شوف بقول لك شيء. لا لا ادري صح ما صح ما نغير. لا لا في شيء غلط. نزل تدري وش الغلط؟ نزل بقول لك تدري وش الغلط؟ شوف طيب بعد بعد يدك بعد يدك نزل. ما تجي ما تجي ما تجي فوق سما سما. ايوه هذه هذه هنا. الا لا صادق شوف العب عليك ذا والله. طيب راح قال انا مرجان انا. شوف شوف هناك جنب هذه اطلع منها لو سمحت. علمك احمد ربك علمني. لا تعلمني ديدي ساعدنا. ايه يلا تبكي ولا هبدك اقسم بالله. انت شفت ترى خربانه عادي طالع براين انا باقي براب شهرين صح؟ ها؟ تاخذ خمس سنوات تبي 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 يا سعد. يلا تصبر شهرين ولا هذا وش اللي بجيبك هذا؟ هذا وش اللي بجيبك؟ عشان يبعد قاعد يفتش يقول وش ذا اللي بجيبه حركات فتشني انا وتفتش لا عشان ابعده بس. شوف انا اتوقع يا سلام لا ساعدنا يا مرجان. طيب لا لا يساعدنا. لا لا تصرف انا اتوقع بيحتمت راس انا ما ابي مساعد. تعال تعال يا مرجان مرجان في اطفال يلعبون عند الباب. بالله جيب الزحلقه. هلا 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 استاذ راشد. هلا والله كيف حالك؟ خير اخبارك؟ قبل شوي كان في وشو شخص شباك كذا. ايه ذاك وين؟ بجيب حاجه وجهي تطلع مخصوم عليك. تعال 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 يا مساعد. تعال تعال 50% يلا ايوه ها يلا يلا امش تعال امش امش. ايش تبغى ذا؟ بالله اجلس يا مرجان وفكنا بشرك. فكنا بشرك داري داري اجلس وفكنا شرك. سعد العب بالدرج. عطنا بالله شعر. باقي سبع دقائق. امو سبع دقائق باقي سبع دقائق انا اقدر احلها بدقيقة. يلا يا يعني. يلا يا ليه ليه المساع شقا وي وطبه الله ليه صاح القلب لابات الله ليه القمر يدعي جريح المحبه الله الله ويقول لا يا هيه ما فات ما مات الله جرحك ظاهر لو قلت للوجه خبه ما شاء الله. يلا يا سلام والله
يا سلام خلاص يلا باقي 7 دقائق الله يرحم والديك بخليك تفوز تطلع كفو والله خلاص روح يلا العب يا سلام امسك هذا كرسي لك مرجان العب بدون صوت ها انت لا تتكسر يلا استاهل والله شوف سجناوي يجيبون لك اللعبة بعد شاء الله يا مساعد انك كويس انا فكرت فيها قلت راشد تروح تجيبها استاهل والله هذا شوف هنا دقيقة شوف خلاص خلاص في حاجة ابرك اياها من هنا وين الدرج الثاني في درج ثاني كمل فوق هلا نيف وليه المساع عقاشق قوي وضبا كاميرا وليه الهبوب صاحي انا عمري عادي 7 سنوات انت عمرك 50 سنة عيب مرجان يا قلب يا مرجان يا كل ما اجي تنشب تقاطعني انا سولف انا كمل التركيبة ما عاد ابغى مين تجي تلعب تعال العب لا هنا تعب خلاص سمعنا ليه المساع قاشق قوي وطبه وليه الهبوب تصاحي القلب لابات ليه القمر بن ها وليه القمر يدعي جريح المحبة ويقول له يا هيه ما فات ما مات جرحك ظهر لو قلت للواجه خبة وللحزن في ضحكك رسم علامات وليه المطر بذات ريحه وصبه كانه رسول بين الاحباب بذات اشتاق فيه لشوفتك واتنبه للي نسيته من مواقف ونظرات لست نزل خاطر ذكر من يحبه ورجع يراجع فالوناسات ما فات غرق راح تلعب بالمطبخ شفتي غير موجي بعد مره يا اللي قادلك وقادلك تحدى العن الشيطان واضرب العداوه العن الشيطان واضرب العداوه ساعد بارك الصوت لك وقدرك تحدى العن الشيطان واضرب العداوه العن الشيطان على كيفك تركب يا مساعد خلاص خلاص يلا انتهى وقتكم يا يلا والله اطردكم واطرد يلا انتهى وقتكم شكرا لكم والله يعطيكم العافيه كلم الاداره يسمون عليه ها مايك وين مايك؟ روح خذ مايكك ارقى يا رجل روح خذ قول لهم يخصمون عليه 200 100 مايك و100 دخول على المساجين ويسحبون عليك درع لا لا فليتوها انتم عشان المايك كلهم طفشوا وقالوا فليتوها بالدرع مو فليناها فليتوها عشان المايك المايك يسحب درع ايوه اسحب درع اجي خلاص خذ الدرع كلام عدل يا حبيبي لا شوف اهم شيء مايكك انسى هذا وانسى أمس هذا امس 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 يقولون نزل المايك عشان المطر صوتك مو واضح ولا احد يسمعك اصلا امس يقولون نزل المايكات عشان ما تخرب المطر يا جدي طيب الحين الجيب باقي واقف الجيب عند المسجد واقف ما حركت يوم العيد يا اخي ناجيني ذاك اليوم يقول لي روح جيب الجيب واقف اي جيب واقف اسمع روح خذ المايك جد جد عشان انا احبك واغنيك واعزك ولا ودي انك تنظر لا ما يخص من علي مطر ما داري انه مطر لا خرب اي روح تعال بروح اجيب مايك وجهي بروح اجيب مايك وجهي روح خليه يجيب مايك عشان لا
خلاص الصورة. اي والله ما عرفت تركبها. صعبة والله. ها؟ صعبة. شفت ان انا اليوم بطل؟ والله انك كفو. قوي ولا لا؟ عطنا 100 طلعنا تكفى. اعطيك 100 ليش؟ تكفى. لاعب علي عشان جايب لي ذي. ها؟ لاعب علي جايب لي ذي. جبت لك لعبة و جيب لي العاب زي الناس لاعبني بذي. اجيب لك العاب زي حرام عليك تلعب علي بذي ومكسورة بعد. ريح المطر يجري حال المحبة. باقي دقيقة. دقيقة يا عيال. من جدك تتكلم انت؟ والله باقي دقيقة. عادي. يا عيال اللي تحت حتى ما في امل. هذه انا راضي انك تغششهم عادي يلا. ادخل. ايه ادخل ساعة. عطني دقيقة. اسمح لي ادخل عطني دقيقة. اسمح له. عندي اثنين خبرة سجون. مفروض يحلوها. انا خبرة انا سوبر هاتفك سجن. هم اكثر. انا خامسة هذيك. حتى انا خامس كذا ما انا داري ماسك خط 30 ثانية بالله من جدي كلها من جدي انا لا شغلتهم لا لهيتهم ولا سويت شيء قاعد اسولف روح روح خذ مايكك روح خذ مايكك روح اعطيك مايك يا سلام معك مايك تدخل ما معك مايك لا تدخل معلش شو خمس خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد انتهى الوقت أخيرا حلينا كيف بالله أي صف تبون شيء سلامتك سلامتك أي خدمة سلام نطلع تكفى تصوت الجمهور أنا اليوم بقشع من عندي خليه يطلعون يعني أبغاهم ينامون والله ما تقدر والله ما تقدر حرام بالله ان ياكلونك سكور الساعه نظام ياكلونك الجمهور والله ان ياكلونك سكور الجمهور يا اصلا نظام بقول لك شيء حلو للصور بقول لك شيء يا حبيبي نظام شوف بقول لك شيء اصلا بيطلعونا ايه وبيعطون سعد المركز الثاني يا منيف يا اخي وش دخلك تدخل يا غناتي يا غناتي بس شوي بس شوي تكفى بالله شوي يلا تبون شيء نبي الدرع استاهل يوم جميل صدق يوم جميل ها يوم روعة والله يوم روعة جميل بالمطر ولا غيره ها ولا شوف ردني عن دبلة اليد العوايد ولا والله غيرها ما ردني انا مبسوط اليوم ليه اول مره تحس انك تعرف كذا حللت اول سجن سجنتني اول سجن سجنتني فيها كنت انا حللت راسي اليوم كنت انا شفت كنت انا هامو ايه اول سجن سجنت يعني تقبلناها والله كان مستقبلني باحترام بس شوف عشان يهامو الحين والله يطقطق علي سعد عطني شعر ها واعطيك الجمهور خمس دقائق لا منين قاعد يحلها وش تبي ايش تبي عطني شعر يقول انا لا شاقني صوته على سماعه الجوال ابي اهديها الجمهور يلا لا اهديها الجمهور ويقول اهديها الجمهور يلا يا صقور في سماء الامجاد حامت يا صقور في سماء الامجاد حامت يا ربي انت مصقور السعد دامت الافراح والامجاد دامت وابشروا باللي تبونه من سعد كفو والله ما عليك زو تعال منيف منيف واحده مع واحده يلا منيف انت لو جبت واحده معه ممكن تطلعهم يلا يعني ما بس الدنا بقول قصوره ابو محمد انا لا لا انت بالعكس ها انا ابغى دوتو ماك دوتو لا دوتو خله عارفه منيف خله ولا ما فيك قصوره جهزي لا والله مجهزين دوتو بعدين ادري انك مجهزين انا ومنيف واحده والله بالله من بدايتها لنهايتها كاتبينها سوا يلا كلمه منه وكلمه مني لا ذي حصريه سموني حصريه بتتسجل واليومين هذه بتسمع بعد تجي هنا عليك ها يلا قول قصيدة بلا سمعني 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 ايش تبي؟ سمعني هديه يا حبيبي اسمع اسمع يلا اسمع هذه هديها لمساعد رايح انت وين قاعدين تسجل اليوم سحل العب خلاص انت الوقت انت انت الوقت خلاص والله طلع بس انت الوقت وين؟ اطلع برا اطلع برا قصد قصد انا بس يقول اجلس سالم سالم اجلس بس لما يساعد اسلم سالم اجلس اسمعك اسمع اجلس 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 ايوه يا سلام قول كل ما فاضت عيوني باشت الأضلاع غنى الموارد في الضلوع وكل ضلع فيه ون
يا وجودي وجد من جلي عن ديارهم جنة تو عمره عشر أرباع والليالي ما تحنى ما وراه إلا عجوزه واخته عود نمسنا بين فقر وبين دين وبين ضيم وبين منه لا ذكر دم لا ذكر دم القرايب عانى قلبي داوثنا وانت ذكر دمعة امه زاغ قلبه من كن في حال لا شاف البرق سمى غاب عشق سنين ما باتحر الدمع حقك خالد بن مدعث الدوسري انحداها الخوف منا هزت الاشواق منا انا اطلع مريف انا بطلع انت, انت كلامك مؤثر لهم قول لهم يقولوا والله شوف صراحة انتم شعار فاشلين للأسف يعني اشكرك على هذا يا بتكلم بكمل كلامي فاشلين في الطبخ طيب فاشلين في الطبخ فالشعر ناجحين صراحة لا أدي ظلمتني فيها الطبخ ابو اقولك شيء صلى على النبي والله انا متوقع اني بطلع الحين عشان اروح اتشمس واسوي تانك يا قناتي يا قناتي ترى جبت لنا مشاكل انت انا ايه ليه يلا اطلع برا شوف شوف عرف الكنترول اني حليته وبلش يلا بلا ما بقي شيء خلاص شوف شوف ما بقي شيء جديده ترى جديده اللي صوره جديده 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 ما بقي شيء طيب ما بقي شيء قديم يبغى القديم ها لا اطلع برا ما بقي شيء كلها شجر وشجر وبيوت العالم تعود مبليس يا ولد اقول لك ولد ما بقي شيء خلاص حليته صح والله ما بقي شيء حليته انت ايه 50 درجة صفقونا خلاص أعطينا 50 يلا الحين وش هذا شنو هذا شكو هذا وش هذا ها لا ما في شيء تعال مساعد خلاص تعال مرجان ها أبي شاهي والله يبشر ب ثلاجة أنا مفروض الوقت الحزة هذه الحين مفروض أني أنا عند الضوء هناك في الشبة واركب القهوه الشاهي عاد شاهي سعد شوف قبل شيء تقول لكن حبستوني هنا جيبوا لي شاهي سعد تدري انا من المعجبين من شعارك صدق صدق والله معجبين شعارك وين اصرف هذه وانا انا اقول ليش منكوب طلعت انت من جمهوري لا انا نكبتك داري انا جبت لك العيد وش يسوي يا اخي شوف يا حد في شخص خبرت واحد يبكي على واحد يبكي وخبرتو حد مسجون ما يبغى يفرجا أحبه ولا بغضته على شيء يسويه ولا زال ترقب رجا فيه من عاجة فكنا نعلم بحيك فكنا أنا بسألك سؤال جاوبني بصراحة بصراحة أنت تشوف نفسك في الإنشاد ولا في الشعر؟ لا انا شاعر ابا عن جد من يوم ولدت والله هذا منتهي منه الشعر خليك على الشعر الانشاد طال عمرك انشاد حلو الانشاد مو هوايه استهوي بس ما شاء الله عليك والله هو الانشاد انا ولي اعمال ابدا في اعمال جايه ان شاء الله والله مو مجامل عشان قاعد جنبي مبدع والله يا اخي من جمهورك من جمهورك وتسكر عليه باب تسجلني ايش يسوي هذا النظام يا اخي شغلي هذا انا ودي ودي تدري ايش اسوي انا ممكن 24 ساعه لا ولو ودي ودي ها ما طلعك تقعد معي لا لا وش اقعد معك بس تنقل يا تقعد معي يا فكري خلاص اقعد عند الباب برا لا تقعد عندنا نسولف ناخذ عشان عشان اعلمك على القصيد وتطلع شاعر يلا يا مرجان تتوقع اني بصير شاعر مرجان يلا ايش تبغى انت يا خذ طلع طلع شوف كيف يهيئ لنا الجو عشان يصير اطلع ذا ونقعد نسولف انت تكفى اطلع ذا ونقعد نسولف انت يلا انا ولا اطلعك ونقعد نسولف هو شوف وجوده زي عدمه عادي بس انا لازم اطلع وجود المظله زي عدمها لان احنا الحين في السجن حسبت مشاعري يلا تعالوا خلنا نسولف لين يجي التصويت ان شاء الله يلا طلع التصويت قدامنا مو تقولون جاكم تصويت كذا ان شاء الله يجي التصويت انكم تنامون تريحون يقول شوف يقول شيء نعم تدري ايش غلطتك يا ابوي لا غلط ايش تبي؟ ابي حبك معي ما نوزع انا ابي حبك معي يكبر بعد قال لك سجن الرومانسيه ذا اطلع برا الله احرجني يا اخي احرجني احرجني
والله حرجت. والله تنحرج انت؟ يا الله. شو دكتور تحاول؟ حسيت بديت اكسر. انت تدري وش غلطتك؟ يلا يلا. جبت شو اسمه؟ ما ابغى ازعج ها؟ جبت سعد مساعد. توهقت انت. الحين جمهورنا يطلعنا الحين، يجي عند الباب اذا ما طلع. والله جمهوركم فيه الخير والبركة وكريمين وانتم تستاهلون. اذا جاء احد مسكور الساعد قوي منه. بس انه ايش؟ يا حبيبي انا الود ودي انك تنام 40 ساعة. والله شوف حتى احنا يعني ودنا انك تطلع برا وتطلعنا معك يعني. انا طالع طالع انا ما يقول بشر. يا باذن الله طالع طالع. تدري ابو غنى ايش فيه؟ مشتاق الغنى. الله يخليها لنا ان شاء الله. لا اله الا الله. يا رب. تخيل عندك طفلة وما تقدر تشوفها. يا الله. تحس انها قام يبكي تحس انها الشوق الشوق مشكلة ما هو شوق ليلة ولا عنتر الشوق شوقك لامك ها؟ لا لا هذه لا هذه لا هذه لا معليش طولت ليش دخلت البرايم سؤال ها؟ ليش طفلت؟ حط سرير جنب سريري والله كذا مشتاق طفشان قلت ادخل خصم ما عندي رصيد ما عندك لا ما عندي خصم ليش قبل ما كنت شغال ما عندي خصومات يا اخي شوف ما عندي ما جاني مطعم ما جاني بلديه ما جاني شيء ما جاني تدري ليه 700 ما جاني تدري ليه دخل ابراهيم ريال ما جاني شيء العيال كلهم قاعد يجيهم مطبخ ويجيهم بلديه ويجي مدري ايش قاعد ترتفع ايش اسمه هذا قاعد ما قاعد ينقص ثابت ثابت بس يتعدونهم فيدخل ابراهيم عرفت صار الاسبوع الجاي ما تدخل ابراهيم ان شاء الله انه باذن الله البلديه جت ولا باقي تدري الحين وش المشكلة؟ إيش؟ ان اللي ياخذ البلدية يا اللي بيربح في الناضج او اللي يجيه الدرع يعني خلاص صار محصور بينهم البلدية. النظام الاول كان زين، كان اللي يجمع خلال اسبوع اللي تجمع من مسابقة زد رصيد في المطبخ انها تنجمع وهي اللي يا انك تكون انت رئيس البلدية او يعني نصير كلنا متساويين، كلنا نقدر ناخذ البلدية. الحين لا الحين لا مزادك مزادك و ايه تفوز بمزادك ارباحك اذا هي عاليه تاخذ البلدية على طول خلاص الباقي مهمشين صح والله النظام غلط غلط والله يعني شوف اذا فاز واحد بمزادك خلاص انس انك تكون رئيس بلديه تلقاه هو رئيس البلديه حتى اللي ياخذ الدرع الحين صار ما عاد شمرين خذ الدرع بس وائل عند المطبخ مدخل 3000 شوي ما شاء الله عليه حتى ما اخذ الدرع تاخذ الدرع ما هي بحولك البلديه يعني انت تشوف النهايه ما حلوه نعم وزعلان انت في ذا الشيء تحس انه فيها ظلم جدا فيها ظلم ولا مي يعني شوف ما احب انا لا الظلم هذا اقول لاي احد اقول انت ظالم هذا ظلم لا النظام ما عجبني النظام يعني النظام ما عجبني عاد اشوف يا حبيبي انت كفو تستاهل كل خير يا حبيبي علامك الله يسعدك ليه وجهك عبوس اترك الضيق وقربيه يعني تعال طيب يعطيكم العافيه حبايبي وما قصرتم ونعم نسبه 53% و 47% لا يعني الله يستر عليك كم 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 47% مو لازم تعرف 47% منو ما لك دخل دقيقه دقيقه انا دخلت المره الاولى ايوه طبعا كل المرات اللي دخلت فيها السجن فزت واخذت المية ايه بس في مره واحده ما فزت إيه؟ على التصويت إيه؟ حلو وقلت لي نفس الكلام 53 47 ليش كذا النسب دائم زي بعض وش اسوي طيب هذا الجمهور ها هذا من 53 ليش مو 70% خروج طب ادعي لهم ها ادعي لهم ادعي من ادعي لمن الله يوفقك ان شاء الله جمهورنا وجمهور الله يوفقك امين يا رب الله يوفق جمهورك ويوفقكم ويوفق مساعد آمين. مساعد خلاص اطلع اطلع خلاص افراج يلا يلا فراج فراج بيض الله وجيه يلا 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 ايه انظلت يذيب ساعد لو سمحت والله ما تقدر تطولها ايه خلا والله ما تقدر تطولها تدري وش يعطيكم العافية ما فيك شكرا بعد تأخذ الألعاب ها يعطيك العافية الله يعافيك بس العادة تسوي وش تسجلنا وطقطقنا وتضيع علينا وقت تبي الصد والله اخذك ولا احطك في فيديو خليك روح وخليك شاعر وقفل ها شاعر طيب. وانا اقدر الناس الكويسه الشعراء انت لا اعطيك المجال اقول قصيد وانشد ولا تخليتني اركب الله يعطيك العافيه حبيبي والله شوف جعلني ما عاد اجيك عقب ذا اليوم حبيبي سعد انت
بس 16 ساعة خذ راحتك، بس أنا ما عندي إلا نص ساعة وباخذ وأعطي معك أسولف معك. بعدين تطلع البرنامج وأنت متواجد بعد البرنامج. يعطيك العافية. يعطيك العافية. يلا شكرا. يلا يلا.